أمام حقيقة واضحة ويجب أن نتفق عليها، أن لدينا قوات مخلصة وشجاعة قامت بواجبها. الجاي يحكمونا مو عراقيين، عادل عبد المهدي. طلقات ما تخوفنا، هاي التفجيرات مالتك يا عادل عبد المهدي وسوالفك كل مخلصين، الشعب كله رفضك. القوات الأمنية ضربت المتظاهرين. القوات ما هي ترك المصرف. طريقة التعامل القاسية التي شاهدناها عبر مشاهد واضحة من حرق خيام ورمي رصاص كثيف في أمور مستنكرة مستهجنة.